تحت الإقامة الجبرية. والله شوف الفيديوهات بنتي كيشدها كريس في الليل أنا في الدارة تبدأ تقطها في شعرها، أقسم بالله في يدها ساعة ساعة جاها نوبة بنتي تبدا عاملة هكاية تضحك وحدها. خي ولدي الكبير معايا قداش مرة يدخل للدار، ولدي يدخل للدار يلقاها توالاتها في يدها كي ويتاكل. المرأة خرجت من سينتها، بنتك مربوطة بحبل أكروبي شلكة في فمها، حاشاكم كيما صحن سلمية قدامها، صحن سلمية قدامها. بنتي بنتي تحطمت مش مهدة، بنتي ما تتكلمش باش تشرب تشدك كدك لدابوس الماء، ما تاكلش بنتي حطمتها، لا مساج لا عملية حطمتها. جبت عند المنفذ عمل لي معاينة على بنتي، شاربة سيرو سمي سيرو سمي بيريمي، سيرو سمي بيريمي، ماكلة بومادة دولي ستوب تعبرد. شنو مخها بنتي معاقمة وحدة؟ شنو مخها؟ أنا حاجة برك خايف منها، جيني جلطة لو كان تجي بنتي قديمة ما تعرفنيش، توا توا نتيح أنا. تصور معناها معاقمة وحدة تخبي عليها بوها عيد ميلادها تزويرتها وجهها نسيتو بنتي. بنتي ولدي يقول بعض فيديو على اختك، يقول لي لا امي ما تحبش. باش نحكيو اليوم على قصه من الواقع الحقيقه، التفاصيل متاعها لا يقبلها العقل البشري. القصه دي جينا من ولايه بن عروس، تتعلق بطفله عمرها 13 عام. الطفله هذه تعتبر ضحية. اليوم والد الطفلة هذه يلتجئ للإعلام ويقول انقذوا لي بنتي، لكن من يدين شكون؟ من يدين أمها، ولا هنا العجب وين؟ من زغوان 65 سنة، عام 94 عرست بالمرأة هذه، 2018 تقدمت بقضية في الطلاق إنشاء، 2021 تم الطلاق إنشاء. اللي صار بنتي هي جريمة إهمال شؤون قاصر. توا واحد يخرج يتكلم هكا قدام كاميرا ويحكي في حكايات مش من معناها من الرأس ولا التأييد، بين قوسين ساعة ما ثماش أنا وياها خلاف على ماديات ولا كذا، خاطر هي ورثت فلوس ولا كذا من 2011 كي خذات الفلوس وكل شيء، لا علاقة، إهمال، اتولهات بالتراب وفيلا وتشري وتعمل وكذا وكذا. تعرضت بنتي لجلطة دماغية في 9 أشهر، 2011 تولدت، 2012 جاتها جلطة دماغية في البارتي غوش. به الملف الطبي، به خلينا نوضحه، به في البارتي غوش في الكامل معناتها في البلاصة اللي صارت كلها، معناتها الأعضاء نتاع البلاصة اللي صارت كلها الكل، معناها البارتي غوش كلها سقطت، معناها الخلايا نتاع البارتي غوش شاحت. به الملف نفيق به 2018. ما في بالكش بنتك مجلوطة؟ لا 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 ما في باليش، بنتي طلعت لها السخانة. كيفاش ما في بالك؟ السامح انت تعيش مع بنتك، كيفاش ما في بالكش بالي؟ هي عندها جلطة، اللي هي ما تتحركش، اللي هي مريضة. لا لا لا، وهي صغيرة، وهي صغيرة طفلة. احنا نقولوا شبيها الطفلة تمشي هكايا، احنا فهمتني، قالت هزتها للطبيب راهي وقعت لها كومبليكاسيون في الولادة. به انا باش نحكيو على كومبليكاسيون وقعت لها. به في رمضان وجهها اصفر، هي طليقتي، قلت لها شبيك شبيك؟ هزيتها أنا للكلينيك، قلت لها إيجا شوف روحها خلينا نفقدوك كل شيء. تظهر اللي عندها رتار نورمالمون باش تولد، قعدت نهارين تفلقت شكارها، فهمتني، شربت الماء صحيح وقعت لها كومبليكاسيون من الكلينيك، فهمتني. لا عدات ليلة، الطبيبة قالت لي في أقرب وقت تنقذوها، احنا ما عندناش الماتيريال الكافي، هزينا ل هذه تحكي على طليقتك وهي باش تولد، وهي باش تولد. باه هزيناها طلبنا الدكتور، خرج في الليل ماضي ساعتين في رمضان، قال جيبوها للكلينيك، نقلنا الدوسي كامل وهزيناها صحيح وقعت لها كومبليكاسيون. باه الطفله تعرضت، شربت الماء وكذا وكذا وكذا، صرفت عليها 26 مليون في الكلينيك. باه اللي صار بنتنا نشحت، لا المراه ولدت في كلينيك الطبيبة متاعها اللي باش تولدها في سوسة،
المهم نجر تشق هذيك وتولد وكذا وكذا. تعدينا المرحله هذه ما بعد الولاده جوا 9 اشهر البنيه اصيبت بجلطه. لا لا كلينيكا دكتور قال بنتكم لبس عليها اليوم نرمانو باش تروح مش باش تسيبها لما نعمل لي رام وغدوه الى لي رام خرج لاباس ايفيكتيفمون من غدوه عايتنا قال راي بنتكم لاباس استحفظوا عليها الدواء العربي يعاون به وراه اقل هواء ولا اقل برونشيت راي تتاثر خاطر مازالت فراجيل. طبعا هذه اي بيبي هكاك يعني لهنا امور عاديه سيسا لا تكيف قدامها لا معناها رد بالكم معناها حسب في 9 اشهر بالضبط طلعت لها سخانه مرضت وقت اللي مرتي جاها الشيك بمليار من الافهاش ولا التراب ولا تبني واش تبني وفواياج وكذا وكذا. يعني مرتك تلهات بامور اخرى وخلت ما عادش لها بالبنيه وهي بيبي ديجا ما عند شو ما عندهاش راجل ما عندهاش بنيه ما عندهاش ولاد. جبت انا عدل شهاد مرا جبت عملت لي معاينه على بنتي وولادي شكون اللي هي بهم انا تمام معناه موثق راهو كل حاجه موثقها انا اللي هي بهم ما لقريه اللي عندي مفتاح الدار خاطر ثم منزل الزوجيه في حي البساتين وثم المنزل الجديد في الزهره انا نمشي ونجي من هنا لهنا نفقد ولادي نفقد بنتي هي كريمه ما عادش في الدار. اشكال الاهمال تطورت شنو صار بعد الجلسه بعد عفوا الجلطه اللي اصيبت بها بنتك شنو صار من بعد شنو هي اشكال الاهمال؟ نحكيوا على بنيه توا من بيبي 9 اشهر توا عمرها 13 عام وهي في نفس معناتها في نفس الوضعيه قاعده تعاني في نفس المشاكل من امها. طبعا هذه حسب الاتهامات نتاعك تقول انها تتعرض لمعاملات لا انسانيه من قبل الأمة. اعطينا كيفاش به انا توا انا باش نحكي من اخطر حاجه اللي صارت لبنتي اللي يكون ثم 3 اطباء يقروا اللي يلزم كنزه بنتي تعمل عمليه في كيوس عمرها 5 سنين عملتها ولا ما عملتهاش العمليه؟ لحظه برك صغيره كي توصل 5 سنين باش تعمل 3 عمليات يدها اليسار وساقها اليسار وعينها اليسار في ال5 سنين يبان الفلوس اللي عندها هي تحل بيه كلينيك ما عملتلهاش عمليه. وانت في بالك نورمالمون بهذا معناها وقت اللي لقيت الملف الطبي انا بعد ما اكتشفت بعد ما اكتشفت الملف لقيت الملف الطبي من بعد 2018 مشيت شفت 3 اطباء ومشيت شفت الملف يعني بعد فوات الاوان سي كامرها 13 اي ما عادش سي عمليه لبنتك اقل حاجه شو ضربتها ضرب ولدها الكبير شهد حس على اخته كيفاش في القاع على صدرها بساقها قالت هل كذا كذا تو ماتت شربها منها قعدت كتس عزاء انا عامل دي فيديو عامل دي فيديو هي ما لقري ما بورتابل شنو معناها ما زلت ما نعرفش ما عنديش مع التكنولوجيا وكذا معناها حكايه قديمه تخرج بالكهرباء معها حجامه نتبعها تدخل لوتوروت نرجع للدار نصور بنتي. هذا هذايا في وضعيتكم نتاع طليق ولا وقت انت ما زلت معها راجل؟ في الدار انا في الدار نعيش انا في الدار نعيش اما شنو هو مشيت بحدا صاحبي حي البساتين مشيت بحدا صاحبي حي البساتين قريبة حي البساتين اما ديما نجي للدار لبنتي شو إيه خلينا نفهموا انت تو قاعد تحكي لنا في حكايه خلينا نفهموا انت تو بنتك قاعده تتعرض للضرب تتعرض للاعتداء المادي اللفظي قلت زاد ثم حتى تعذيب وقلت انه كل شيء موثق انت وينك من هذا كل حتى قبل الطلاق نحكي وانت تعيش مع مرتك انت علاش ما انقذتش بنتك علاش ما تحميش بنتك باه 2013 شكيت بها يعني بدات سي بون بدات هي بدات المشاكل من 2016 عملت شكايه لسيد وكيل الجمهوريه عملت شكايه ثانيه استحكاري استحل واحد ليبي معناها يوريك اللي اغزل باش لاهيه هذه بنتها مريضه وعندها دواء يعيش معاها دواء يعيش معاها نقوم الصباح ما نلقاوش لا بنتي لا مرتي نهارين 3 ايام احنا نلوجوا تهبط على الفيسبوك في تركيا وهزت بنتها ومشت لتركيا ما نعرفوش بنتها وين ما هزتش بنتها معاها يعني سافرت وعاد والبنيه مريضه مي مريضه وين معناها في الاخر نلقاو مره سافرت لتركيا بنت عند فام دي ميناش وولدي الكبير سمع الفام دي ميناش تحكي لها معناها تحكي لطليقتي قلت لها البارح في الليل والله عملت في ولدي معناها بيتها عندها هي معناها انا ما نعرفش بنتي وين بيتها ومرتي وين ودواها في الدار مصور الدواء في الدار
جبت عدل المنفذ عمل لي معاينة على بنتي شاربة سيرو سمي سيرو سمي بيريمي سيرو سمي بيريمي ماكلة بومادة دولي ستوب تعبرد. العدل المنفذ يطلب فيا في الكياس وانا ديجا بنتي تبكي والبومادة حرقتها في فمها البورتابل ينوقز وانا كنت نتوضى باش نصلي وبنتي تعيط وتبكي. تتصور في بالك انت معناها اغزل معناها على بنتي. العدل المنفذ هز التليفون شنو استاذ قال لي وينك؟ قلت ادخل الدار محلوله راهي كي تخرج خليها محل. دخلت ولا ديريكت خلطتها خسرت لها فمها ونشفت لها وجهها وكل شيء. كي خلطت العدل المنفذ هزها هكا وشمها قال لها ما زالت الريحه في فمها. ما لقيت اللي غسلته انا ما جيتش البلي باش نقول عمل لي توثيق اللي هي مكلب وماذا قال لي من غير شمها وتبكي. اذا حسب ما فهمنا انه اصل الاشكال والمشاكل اللي بدات تصير بينك وبين مرتك واللي ادت طبعا للطلاق هي البن هي بنتك والظروف اللي قاعده ما تعيش فيها بنتك والمشاكل اللي تتعرض لها بنتك من قبل امها. المراه خرجت من سينتها بنتك مربوطه بحبل اكروبي شلكه في فمها حاجتكم كيما صحن سلمي قدامها صحن سلمي قدامها بنتي كيس 55 دينار بتحط لها سلامي لبنتي. اي انت وينك سامحني؟ هاني نمشي ونجي انا هاو معايا ودي الكبير. كيفاش تمشي وتجي؟ وين تمشي وتجي؟ نمشي انا في البساتين نمشي للدار باش نفقد انا نصلي في الزهره غاديك بحذاها نصلي ونتعدى للدار. الدار محلوله دار علاش ما تهزش بنتك؟ وين نهزها؟ انا ساكن عند صاحبي حي البساتين انا من زغوان. يعني خرجت من دارك انت سي بون غادرت دار الزوجي؟ مترد من الدار انا. ليه مترد من الدار؟ ماك تريحه من عند ولدي انا خمسه قضايا عقوق. يعني المشاكل وكل هذه من مرتك؟ مرتي انا نسكي هوي ديركت. اش بيك؟ قلت انك رفعت شكايات في الاطار هذايا، الموضوع نتاع الشكايات هذه هي جريمه اهمال شؤون القصر. قداش من شكايه ساعه؟ سبيت تقريبا 12 شكايه. وين وصلوا هذوما 12؟ لا يعلموك الجمهوريه توا شكايه جديده، توا شكايه جديده. جريمه اهمال شؤون حاضرة باش هاي موجودة عندي أنا هاي هاو هذه ساعة ماندة 9 ملايين واش هذوما قضايا ما ثماش. اليوم بنتك مع أمها وين؟ تو بنتي تحت الإقامة الجبرية. شوف تو بنتي 6 سنين عاد الإمام قالوا شحال لك المقالمة تاع الضوء تقول ما عنديش ضوء ما عنديش موكش خالص ما عنديش. هذه بنتي نعطي فيه نفقة لبنتي 6 سنين ما نشوفش بنتي. قرار فوري نتاع المحكمه الدين قرار فوري حق الحضانه كنزه ونس وانا حق الزياره. منعت كنزه من زياره بوها ومنعت بوها من زياره بنته. 6 سنين ما شفتش بنتي وندفع 9 ملايين و460 نفقه ندخل ساعه جمع الحبس المرنقيه. يعني امورك القانونيه فيما يتعلق بالنفقه مريقله. انا شوف النفقه خالص واموري مريقله. انا نعمل شكايه وهي تصب لي نفقه نبعث لها فلوس تقول ما ناخذش نصب لها ماندا ما تاخذهاش هي. انا نتحرك توا ما ندخلش في يد بن عروس هاو توا جديد ريتها. انا عندي 3 ايام ساعات وقفت. سامحني خلينا نسلوك لانك تحكي لي في معناتها تحكي تعطي فيا في معطيات حول مرتك معناتها حبينا نفهم شنية هي محلها من الاعراب شنية الصفه نتاعها لانك تحكي على انسان عنده نفوذ كبير انسان معناتها يتحكم في كل شيء حسب ما تحكي انت طبعا. صاحبه نفوذ في الزهره مرتي صاحبه نفوذ مرتي تعبر قد عندي نمسك البقه من 2013 واحنا توا في 2024 وانت طالب بانقاذ كنزه ولم يتم انقاذ كنزه. تتحاسب البراءة دي تتحاسب اللي عملته في بنتي وفي ولادي فهمتني بنتي وولادي تتحاسب. خلينا نسالوك علاش مرتك تتصرف خاصه مع بنتك هك بنتها ديجا علاش هك؟ قلتك ما عنديش كبده قلتك ما عنديش كبده. قلت انها تبدلت شنو اللي بدل؟ فلو مليار و800 اخي مرتي راهو 8 ملايين و500 تقبض كل شهر كراويات. المراه تقبض في 8 ملايين و500 كراويات. يعني حسب كلامك انت ملي ورثت من بوها الفلوس تبدلت وتقلبت حياتكم كومبليت. 2011 800 مليون فلوس بوها 2011 جاها الشيك بمليار باسمها هي 2011 دخلت فيها هدايا وترابها ومدري شنو تركيا على حساب العائله.
والله اقسم بالله العظيم الله بالدار انا، والله العظيم الله بالدار انا. الفيلا اللوطه مش حاضره، ثم سانك ابارتمون الفوق سكننا في ابارتمون مازال ماهوش فيني. يعني انت مشاكلكم الاصليه ديما على الصغيرات وديما على العائله هذيك، هي مشاكل مش مشاكل ماديه؟ ماديه لا، ماديه شوف حاجه مالكش خاطر ما عطاتكش من ورث بوها. لا لا ما عندناش لا قضايا على الماديه لا امورها امور. مالكش انت متغشش عليها خاطر هي ما عطاتكش؟ لا 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 هو معايا ولادي عاد لا امورها. هاو شو اغسلي بشو باهي، خلينا نسلوك على قبل ما تتحصل على الورث، شنو هي وضعيتك الماديه كيفاش تعيش؟ اغسلي ثم حاجه باش نقولها، هي راهي ماء ضوء لبسة عيد علوش العالم الكل ريتو هي تصرف، هي ما تستعرفش بي أنا، هي ما تستعرفش بي أنا. قبل أعطينا قبل ما تتحصل على الورثة ذي كيفاش كانت تحياتكم؟ لاباس تعيشوا نورمال تعيشوا منتهنين ما فماش مشاكل؟ به خذينا فارامور كي لعبت لكلها، مشيت معايا مريقلة عملت لها برمي شريت لها كهرباء جديدة، ما عنديش مشكله مع مرتي حتى ل 2006 توفى معناها توفى باها، عاشت في الفقر عاشت محرومه توا تعيش معناها مرتي مراهقه. انا كي نشوف بنتي انا سحن سلامي قدامها وهي في جيبيكا مرتها، ما بنتك راهو بنتك انا من الاول اخي معناها كنت نجم ننقذ روحي انا نطلقها، ما عندي ولادي راهو عندي بنتي راهو، انت تتصور معناها بوم يشوفش بنته حديش المليون تاخذها ما تشوفش بنتك، قرار فوري نتاع المحكمه شبيك نمشي نقول له اعطيني كهرباء باش نمشي نشوف بنتي، يقول لي ما عندناش كهرباء. ثم احكام صادره ضد طليقتك في الاطار هذا؟ قرار فوري نتاع المحكمه، عندي قرار فوري، حق الحضانه كنزه وانا هي حق الزياره لي انا، شبيك قرار المحكمه هذايا. اليوم انت جيتنا بشنو الطالب؟ طالب المرأة دي تتحاكم ما يقارب على 400 واحد وراها، ملف بنتي كنزة هذايا، ملف بنتي ما يقارب على 400 واحد. كانت كنزة مهدة؟ يا أستاذة بنتي تحطمت مش مهدة، بنتي ما تتكلمش باش تشرب تشدك كدك لدابوس الماء، ما تاكلش بنتي حطمتها، لا مساج لا عملية حطمتها. شنو مخها بنتي معاقة متوحدة؟ شنو مخها؟ انا حاجه برك خايف منها، تجيني جلطه لو كانت تجي بنتي قديمه ما تعرفنيش، تو نتيح انا. تصور معناها معاقة متوحدة تخبي عليها بوها عيد ميلادها تزويرتها وجهها نسيتو بنتي. بنتي ولدي يقول بعد فيديو على اختك يقول لي لا امي ما تحبش. عندك الحاجه معناتها حاجه توثق العمليات التعذيب، لانك حكيت على ضرب، حكيت على عنف مادي، عنف لفظي، حكيت على حاجات معناتها حتى حاشاك حتى الحيوانات ما عندهم مشاكل. باهي هذا ولدي شهد في المركز المحامي قال لي اشكي به، مشات قد تسرق لي سيارتي تحب تحطه في الحبس. ولدها اي ولدها الكبير مشات خاطر شهد معاك على خاطر شهد في المركز قال تربط فيها وقال 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 ساعة شكيت به قالت سرق الصياغة ونهارتها ولدي في زغوان. ثاني حاجة بعثت شكاية رئيس مركز تأكد سامحني في الكلمة هذه أمهم والله العظيم والله تشوف الفيديوهات والله تشوف الفيديوهات بنتي كي شدها كريس في الليل أنا في الدارة تبدأ تقطع في شعرها أقسم بالله في يدها ساعة ساعة جاها النوبة بنتي تبدا عاملة هكايا وتضحك وحدها. خي ولدي الكبير معايا قداش مرة يدخل للدار ولدي يدخل للدار يلقاها تواليتها في يدها كي ويتاكل. سامحني أنا اللي ما فهمتوش، كي أنتم تعيشوا في الوضعية هذه خاصة وضعية بنتك الخايبة برشا علاش ما هزيتهاش ومشيت؟ وين نمشي؟ بنتي يلزمها مال قارون فلوس، بنتي يلزمها برشا حتى سكنت بها في دار أخرى ما نعرفش، لأنك تريد أنقاذها علاش ما أنقذتهاش هزيتها؟ الفلوس هذوك الكل اللي عندها هذاك الكل اللي عندها نهز بنتي أنا في استديو بتاع واحد بالزهر من أجل أنقاذها باعتبار أنه زاد وضعيتك المادية سافا أنت تسمح لك تعيش بالدواء بنتي تعيش بالدواء هاي دي باكين ولا شو اسمه نتاع مخ يحب لها فلوس بنتي مساج عمليات لازمها يعني انت وضعك المادي ما عادش كيما قبل تزعزع على الاخر ما عادش على الاخر ايش سيرتو توا
سبيك دخلتني للحبس راه 11 مليون راهم. هذوما 11 مليون دفعتهم نفقة؟ نفقة 11 مليون. ماخذة نفقة على ولدي وبنتي، ولدي بطال برا، هاو عندي ميساج لي وبطال. اليوم أنت خلصوا جيتنا التجأت للإعلام تطالب السلطة المعنية بإنقاذ كنزة من أمها طبعا. هذايا مش فساد، هذايا هذايا إجرام، إجرام في حق بنتي ولادي. الكبير هربت بوراق دخلوه للسعودية باسم قطري ريشيرشي دوليا وتشد تاع حبس طول طون نقذوا كفيل سوري، هو عندي تسجيلات. قال لي كيفاش تخلى هذايا وشكون خلصها الفيزا ومنين جات الوراق؟ وراق مضروبة ولدك. قال لي راه طول طون حبس كفل به كفيل سوري يرحم والديه. ماضي ساعتين نتاع الليل يحكي معايا ولدي ما غادي يبكي وانا من انا نبكي. بكاو بكاو، ها عندي فيديوهات انا. شو بنت كيفاش تخلاها؟